أكثر من 17 قرية تقع في منخفض بحر النجف تعاني من الإهمال الحكومي وتفتقر لأبسط الخدمات، وما طريق الموت كما يسمي سكان هذه القرى وما سببه لحوادث كثيرة إلا شاهد حي على الإهمال الحكومي لأرواح السكان، حيث أكد السكان أن هذا الطريق الوحيد والرئيس لهذه القرى قد خرج عن الخدمة منذ سنوات بسبب كثرة الحوادث فيه. هذا الطريق غير صالح، يعني عدة مرات صارت حوادث وهواي ناس هماتين ماتت به. زين هذه هماتين منطقة قريبة على النجف مباشرة. عندنا أهم نقطة اللي هي الشارع. الشارع الصراحة يعني أذى العالم. سايد واحد ويا اللوريات، يمكن هسه إذا تفتر الكاميرا تشوفون بعيونكم. المسؤولون أكدوا أن هذا الطريق يعد ممرا لعشرات الشاحنات المحملة بالبضائع، إلا أنه يعاني الإهمال من قبل وزارة الإعمار والإسكان، معلنين اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية بحق الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع هذا الطريق، ولا سيما بعد نزوح سكان هذه القرى من مناطقهم خوفا على حياتهم بسبب كثرة الحوادث على طريق الموت. نحن نسأل صراحة الوزارة، يعني بعد التخصيص، بعد المتابعات مع وزارة التخطيط من قبلنا بدعم محافظة النجف، بصراحة خصصت أموال وتم إحالة المشروع وتم توقيع العقد. لماذا لا تأتي الوزارة أو شركة آشور وتستلم الموقع؟ نستخدم كافة الإجراءات القانونية مع الأشخاص والشركات الذي يعني تم إحالة المشروع عليه وتلكئت بدون مجاملة، لا مجاملة على حساب طريقنا اللي راح ضحيته الكثير والعشرات من أهل منطقتنا، بل هجرت الناس وانتقلت من منطقتنا إلى غير مناطق بسبب الطريق. وبهذا يبقى طريق الموت شاخصا على فساد الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، حاصدا لأرواح سكان قرى بحر النجف وسط صمت حكومي لحل مشكلة طريق يعد الممر الرئيس ل17 قرية في محافظة النجف.